خلال اتصال هاتفي مع برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرائحة. قال مدير عام المختص المهندس رستم مكيجيان إن هذا الموقع الذي تعمد فيه السيد المسيح يعتبر من أقدس المواقع السياحية في العالم، حيث يمثل شاهدا حيا على حقبة تاريخية ممتدة حتى اليوم. وأضاف المهندس مكيجيان في حلقة خاصة عن الحج المسيحي إلى موقع المختص قائلا: هذا الموقع هو له قيمة هائلة للعالم أجمع، لأنه ليس فقط المسيحية بدأت هون بتعميد سيد المسيح وانتشرت إلى العالم، لكن الرسائل الهامة تبع موقعنا هو بناء جسور المحبة والسلام بين الإنسان من هذا الأرض، من هذه الأرض المباركة، بنطلق منه كمان مبدأ رسالة عمان وكلمة سواء والوئام بين الأديان. هلأ زي ما تفضلتي دكتورة وأبونا العزيز، طبعا احنا ب 11/6 بالتنسيق مع وزارة السياحة والجهات المعنية تم إعادة فتح الموقع ضمن شروط لازم نلتزم فيها، إجراءات احترازية السائلين. كل الإجراءات الاحترازية، ونتشرف الحمد لله ماشيين بالإجراءات الاحترازية المطلوبة حسب البروتوكولات الموضوعة. في عنا أجهزة قياس حرارة، طبعا قبل كل هذا فترة الحظر اوريدي احنا بلشنا نعقم المكان والمكاتب، اماكن وصلوا للزوار من كل نواحيها حتى المواقع الاثرية المهمة اللي بزوروها. فهذا كان اجراء اولي قبل التجهيز لفتح الموقع، واعلن عن فتح الموقع ببعض الوسائل الاعلام، طبعا وزارة السياحة بالتنسيق معها 11/6 كثير مواقع اخرى فتحت، فاحنا ب 11/6 كنا جاهزين بالكمال والتمام مع تدريب كادرنا وتجهيزهم حسب أنظمة وقوانين زي ما قلنا. احنا جاهزين بكل طاقتنا هذا الموضوع، وراح تكون اسعار جدا مشجعة اذا الواحد بيزور الموقع الالكتروني، اسعار جدا مشجعة للزيارة بحافلات بانتظام من عمان الى المختص، وبتشمل حتى غدا بأحد المطاعم. جميل. كلها راح تكون بحدود 7 دنانير فقط على الشخص، واللي هو يعني الجزء الأكبر. نعم الجزء الأكبر من تكلفة تحملها هاي التنشيط السياحة والوزارة السياحة. فهون تشجيع لإعادة العودة وإحياء مواقعنا. أنا بالنسبة إلي بلاقيها موقع بدون زوار زي جسد بلا روح. فبكل أمان امبارح لما شفت عدد من زوار بيجوا، صحيح عدد مش أبدا اللي كنا نطمح له ونتوقع له من نتائج السنين الماضية الخمسة اللي مضت، لأنه كان ارتفاعات ممتازة، أرقامنا تضاعفت بنهاية 2019 3 أضعاف اللي كانت عليه بال 2015. وفي ذات الحلقة قال كاهن رعية الروم الملكين الكاثوليك في الأردن الأب معين سالم الحلو إن خارطة الأردن الكتابية الموجودة في كنيسة الروم الكاثوليك في مادبا تعد أكبر إنجاز فسيفسائي عبر التاريخ، حتى تكاد لا تخلو هذه الخارطة من اسم مدينة أو قرية سار على أرضها السيد المسيح أو الأنبياء والقديسون والرسل. مرحبا في حديثه كذلك بالزوار الراغبين بالصلاة في الكنيسة التي أصبحت مزارا جاذبا لكل من أراد أن يسير على دروب القداسة. خارطة الأردن الكتابية كمحاولة منا لعمل عمل أصيل مش مقلد أمام على مدخل الكنيسة. كنا أمام خيارين، إما نختار نماذج فسيفسائية معروفة ونقوم بتنفيذها، تاريخية معروفة ونقوم بتنفيذها وبالتالي نعمل نسخة ما عنها، أو نعمل عمل أصيل نضع يعني كتذكار لهذا الجهد التشاركي على ساحة الكنيسة. فتولدت فكرة خارطة الأردن الكتابي، وكان الهدف منها أنه نوثق هذا التاريخ المسيحي الممتد على مساحة الأردن، ونربطه بجذورنا التاريخية اللي امتدت عبر مئات السنين. تمام. وهنا كانت الفكرة انه احنا مرجعنا الكتاب المقدس، شفنا وين في ذكر للأماكن الموجودة في الأردن وموجودة ايضا تم ذكرها في الكتاب المقدس. ابونا باسمها، باسمها التاريخي ولا باسمها الحالي؟ لا باسمها التاريخي. نعم. باسمها التاريخي. حلو.
وهذا توثيقها باسمها التاريخي هون استعدنا احنا بكلية السياحة والأثار في الجامعة الأردنية. حلو. طبعاً وأنا ببحث عن مراجع لتنفيذ المشروع أو لتجويد المشروع وجدت أنه هناك كتاب للقس حيدر هلسي اسمه الأردن جغرافيا تاريخية. وجدت أنه هذا الكتاب هو يعني تنفيذ لكل مكتوب لكل اللي أنا كنت بتصوره وبفكر فيه. طبعا. فحولنا الكتاب من كتاب ورقي إلى كتاب جداري. حلو. عملنا على شكل لوحة. مناسبة أبونا نوجه تحية للقسيس حيدر صديقنا والمبدع الكاتب التاريخي، يعني فعلا إنجاز علمي أنا بعتبره، مش بس يعني أدبي يعني أيضا. صحيح صحيح. آسف للمقاطعة أبونا. لا أبدا. تفضل. ومن هنا أنا تواصلت مع القسيس حيدر وطلبت الكتاب منه وطلبت منه ورجوته أنه يكون ضمن فريق العمل، واستأذننا في أنه نحول كتابه إلى مشروع لوحة فسيفساء، والرجل تعاون معنا كما هو معروف عنه من محبة وعطاء غير متناهي، وساعدنا وكان موجود معنا، وبنعمة ربنا تم يعني تنفيذ المشروع من خلال حوالي 50 يوم عمل متواصل. يعني جمعنا فيهم الليل والنهار عشان ننهي المشروع بأسرع، عندما وصلنا مرحلة التنفيذ بأسرع وقت ممكن. حلو. هلا أبونا المكان مفتوح لزوار يجوا من أول يوم؟ من أول يوم. أول يوم. من نعم. أول يوم والمكان مفتوح. نعم. وإحنا بنرحب دائما بكل حدا بيجي لعنا. الكنيسة في ساعات محددة يا أبونا للزيارات؟ لا لا بس وأيام محددة؟ لا لا بس احنا نلتزم طبعا بالتنظيم الموجود في مادرة. نعم. الأماكن السياحية في مادرة عادة يمكن ببلش من 10 لـ4 يمكن هيك، يعني ما ينطبق على الأماكن السياحية في مادرة. نعم. بينطبق علينا، أما ككنيسة هي مفتوحة دائما. نعم. إنما الموقع السياحي يعني مرتبط بالأماكن اللي بتحددها عادة وزارة السياحة.